قبل ما كنت تعرف تستخدم اها حلو ما كنت تعرف وهلا طب انت شو اللي هذا الشيء شو راح يفيدك بحياتك؟ يفيدني بحياتي معلمني شو بدي بتمنى انه كل الدوره يعطونا معلومات جديده تطوع اليوم الله يعطيك العافية يا رب. نشكر منتدى العمل السوري على افتتاح الدورة التعليمية لمراكز السوريين للكمبيوتر. نتمنى منهم إن شاء الله أن يعطونا الدورات القادمة معلومات جديدة نستفيد عليها أكثر.